السؤال الثاني، ما حكم أكرمكم الله تبول الشخص واقف، وهل في أدلة في ذلك أم لا؟ يجوز عند الحاجة، يجوز هذا عند الحاجة، إذا كان ما تستطيع الجلوس أو كان المكان لا يناسب الجلوس فيه فإنك تتبول وأنت واقف، لكن تتحفظ من رشاش البول، وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، بال وهو واقف عند الحاجة لما كان في رجله الوجع الذي يصعب عليه الجلوس معه. نعم.